هيدي الباوربوينت اللي عندي بدي احولها لفيديو. اول شيء لا اقدر انزلها بيوتيوب، سو بعمل له فايل اكسبورت كرييت ا فيديو، وبخفف لها الكواليتي تبعيتها ل 720 مشان ما تطلع كتير كبيرة. بحط لها كرييت فيديو، تطلب مني وين بدي اسجلها، سو انا حط الفولدر اللي انا بدي اسجلها فيه، بحط لها سيف. لتعبي على الاخر هون بتكون هي نزلت. بس ينزل الفيديو برجع بروح بفتح صفحة انترنت، لا اهين شي هي الجوجل كروم، بفتح صفحة جوجل كروم، بروح على يوتيوب. ولا او اذا كنت بدك تفتحي من الجيميل، يعني الكونت اللي بعت لكم اياه هو الجيميل، سو من قلب الجيميل فيكن تحطوا مثلا هول النقط اللي هون، وبقول له خدني على يوتيوب. بس تا ياخدني على يوتيوب بصير بيفتح يوتيوب والكونت تبع الانستي ماتيرنال، ولا ليزانستي ماتيرنال. بفقص على هيدي الفيديو اللي هون to create، وبقول له upload a video. هلا هون بدي برم على الفايل اللي انا بدي نزله، بقول له select files، بروح على الفايل اللي انا سجلته. انا مثلا سجلته هون وهو هيدا مثلا، يلي هو فورما فيديو، ما فيني نزل يوتيوب الا اذا كان فورما فيديو ديجا محول على فيديو ام بي 4. حط له open، ببلش ينزل هون. بغير اذا بدي التيتر، وتحت بدي احط له بلاي ليست. بلاي ليست انا مثلا ما عندي مثلا بدي ابدو، هفتح لكم انا الليست يلي هي نيو بلاي ليست، حسميها ابدو فرنسي. هلا صارت الابدو فرنسي جاهزه، هعمله انه هي برايفت ما حدا يفوت يشوفها، وكرييت. فصار عندي شيء اسمه ابي دو فرانسي. بس انا هلا ماني حاستعمل ابي دو فرانسي، لان هذا الفيديو اللي عم نزله هو ابي ان فرانسي. بقول له حط لي اياه بالفولدر تبع ابي ان فرانسي، وبقول له دان. هلا هو بهالوقت عم بيعمل بروسيسنج، ابلود وبروسيسنج. بس يحط لي تحت فينيشد بروسيسنج، يعني انا صار فيني بينت عندي صورته، بقول له نكست. برجع حط له نكست، هون ما فيني غير شيء لانه انا عملت له بلوكاج. حط له نكست، وبقول له خلي لي unlisted، يعني ما حدا يقدر يشوفه الا اذا معه اللينك. ما في شيء تاني بدي اعمله، بس unlisted. برجع بقول له سيف، ما فيني اعمل سيف الا اذا كان عمل processing، finished processing. بعمل له سيف، بصير بيعطيني اللينك هون. لانه عملت له سيف انا فيني اخذ اللينك. بعمل له كوبي لللينك، بفقص على هون كوبي لينك، عمل linked copy to clipboard. برجع بروح على مايكروسوفت تيمز، فوت على الصف اللي انا بدي اياه. انا مثلا بدي او بي ان بي، فوالا طلعت جنرال. وبروح على كلاس نوت بوك، بكبس على كلاس نوت بوك، ببص على الفلاش. وانا اول شيء بدي اعمله بدي احطه بالتيتشر اونلي. بالتيتشر اونلي بدي ابعث لهم الاجندة اليوم، يعني هو لو 13 اكتوبر، بفقص يوزنج ذا تيتشر. عندي شيء 5 اكتوبر، عندي شيء دي اكتوبر، هول بقى يهموني. انا بدي افتح اجندة عن دات تبع اليوم، بحط له بلس، بحط له دات اليوم يلي هي 13 اكتوبر. سوري لازم احط الدات مظبوطة، ماردي 13 اكتوبر 2020. بفقص عليا، عطول بغير لل حطو كاغامو، بفقص هون. برجع بدي تمبليت واضح، يعني هو انا عطول تمبليت بدي استعمله هو ذاته، بدي نزل ماردي لتحت، بدي استعمل عطول تمبليت هو ذاته. سو انا حاخد التمبليت اللي حطيتها بلاندي دوز، بدي اكتبهم بهالطريقة كلهم. سو باخدها بعمل لها سيلكشن، حط لها كنترول سي لاعمل لها كوبي. برجع بروح على ماردي 13 اكتوبر، حط لها هون كنترول في، اجت معها. هي ما بتجي مع هيدي، اذا اجت ما معها بفقص على قبل اكتيفيتي 1 وبحط الفلاش وبقول له تو دو، طلعت هيدي وحده.
بغير حخلي مودي الان، لان انا عم بحكي عن لونتري دغلايه، حاكتب فوكابولير بلانش اون بلس ايكوت. انا الهدف تبعي هي الفوكابولير تبع البلانش اون، وبدي اعمل لهم بلس ايكوت. فوالا خلصت هيدي. برجع هوني انا ديجا عاملي كوبي، بدي ارجع اعمل كوبي لان رحت الكوبي تبعيتي، سو انا بعدني فاتحه هي، برجع بعمل لها كوبي وبروح لهون بقول له بيست، بحط له انتر، بينزل الفيديو. هلا انا موجود عندي، موجود بالتيتشر اونلي، انا اسا ما بعته للتلاميذ، كرمال ابعته للتلاميذ بدي افقس عليها ارجع اقول له كلاس نوت بوك ديستريبيوت بيج، بحط له ديستريبيوت بيج، بيفتح لي هيدي الفناتر على جنب وبقول له ابعت لي هيدي على اجندة الاولاد، بفقس على كلمة اجندة بحط له ديستريبيوت اجندة، بحط له ديستريبيوت. بتبلش هي عم تعمل ديستريبيوشن، بس تصير كومبليتلي ديستريبيوتد بحط لي هون انه هي انعمل لها ديستريبيوشن. هيك عم تعمل 29% بس تا يخلص بحط لي دون قديش قبل وقت، وبحط هون الدون التايمينج اللي بلش فيه. سو هلا بتاكد، بسكر هيدي، بتاكد اذا راحت عند التلاميذ، برجع بفقسها وبفقس اكزامبل تلميذ، بحط له ارجيني الاجنده تبعيته. ولا عطيني 5 12 اكتوبر مترو، انا بعتت 13 اكتوبر ليك صارت موجوده عنده. اي فوالا.